خيرا يا زمزم، لقد أرسلتم في طلبي، فهل يريدني سيدي رستم بيك في أمر عاجل؟ أنا التي أرسلت في طلبك. رستم بيك في حلوان يجمع محصول الرمان، وسوف يبيت هناك الليلة ولن يعود قبل صباح الغد. يعني هذا أنك أنت التي أرسلت إلي كي أحضر؟ نعم. هل أنت نادم لأنك جئت؟ أنا؟ يا لهوي، لقد كانت أمنيتي وها هي قد تحققت. فأنت تعلمين كم أعزك. وكيف لي أن أعلم؟ مريني أهد الجبل وأكسر الحجر. لا يا عمر، إرضائي أسهل بكثير مما تقول. وبعد الرضا هل سأرضى أنا؟ أفكر. يا لهوي، أما زلت لم تفكري في بعد؟ رغم أنني أفكر فيك أكثر مما أفكر في زوجات الأربع بطيخة وفجلة وعجلة وحزقة. حقا يا عنتر، يا ليت رستم بيك يبقى في حلوان شهرا، بل قولي شهرين، بل قولي حتى نهاية العام. عنتر، يا عيون عنتر، لو كنت حقا تعزني وتسعى إلى إرضائي خلصني من بنت الشيخ. يا نهار أسود. أسود، هقد بلت معزتك لي. إنك تعلمين أن سيدك وتاج رأسك سوف يتزوجها بعد غد. نعم أعلم، ولهذا طلبت منك هذا الطلب. يقتلني لو فعلت. من سينبئ؟ أنا أو أنت أو أي أحد. إنه كبير البصاصين ولا تخفى عليه خافية، وسيقرأ ما نخفيه في أعيننا حتى لو خرست ألسنتنا. كنت أظن أنك شجاع وأنك تعزني، والآن ثبت العكس. على كل حال انسى ما قلته لك. بإذنك تعالي هنا، تعالي هنا، لا تكوني سريعة الغضب هكذا، فالكلام أخذ وعطاء. لو تزوجها فسوف تنتقم مني وتذلني، وربما تحمسه كي يلقيني في بئر النسيان، وأنا كنت أنفذ فقط تعليماته، فأكيد لها وأعذبها. كنت أعتقد أنه يمكنني أن أعتمد عليك، ولكن خاب ظني فيك. لأن المطلوب صعب. صعب على العريف يا عنتر. وعلى أم العريف عنتر. إن هذا الطلب معناه أن أضع رأسي كله في فم الأسد. خلاص يا عنتر، خلاص، انسى ما قلته لك. ولماذا لا تلقينها أنت في بئر النسيان؟ لأن سيدي قد يكتشف ذلك، وفي لحظة أجد نفسي أرقد في حضنها هي في البئر. صح، فرستم بيك ليس لديه عزيز. لقد خطرت لي فكرة مدهشة. ما هي؟ دعيها تهرب كي تقول لكل الناس إنها كانت مختطفة في دار كبير البصاصين، وإن العريف عنتر كان يعلم، وتكتشف أيضا أن والدها ما زال حيا، فيهيج علينا كل مشايخ الأزهر ضدي وضدك وضد رستم. وليس من المستبعد أيضا أن يستجيب سري عسكر الفرنسيس لضغوط المشايخ فيعزل رستم ويحبسه. كفى كفى يا زمزم، ألغي هذا الاقتراح.
الحل أن أدعي أنها قد هربت. لقد اقترحت عليك هذا حالا، ولكنها في الحقيقة لن تكون قد هربت. ها؟ هربت؟ لن تكون قد هربت؟ كيف ذلك يا زمزومتي؟ ستحملها أنت في السر من هنا، وإما أن تقتلها أو تخفيها في أي مكان لا يعلم أحد عنه شيء. المهم ألا تظهر ثانية أبدا في كل مصر المحروسة، حتى لو جند سيدي كل البصاصين للبحث عنها. المهم أن نتخلص منها نهائيا. ماذا قلت يا عنتوراتي؟ يا لهوي، أجبني يا عنتوراتي. أرضي زمزم، كيف أرضى عليك زمزم؟ عنتورتك أمي رحمها الله سجنجل. سجنجل؟ نعم، لم تدللني في حياتها حتى عندما كنت طفلا، بل كانت تضربني بالمركوب. إي والله بالمركوب، وكانت تصفني إما بالمقطف أو القرطاس. ولكن زمزم سوف تجعلك تشرب من الدلال حتى ترتوي ويفيض منك. ولكن كيف سنخرجها من هنا؟ بسيطة بسيطة يا عنتوراتي. تعال تعال اجلس اجلس أنت هنا، وأنا أحضر لك شرابا وأرقص لك أولا، ثم نفكر وندبر ونخطط. يا لهوي، عنك يا زمزمتي عنك. هيا يا زمزومتي، هيا ارقصي حتى تزيلي من فوق عيني الصدأ الذي تراكم عليهما من تكرار مشاهدتي لحريم الأربع. أعوذ بالله. رقصني. الشوق حرق مهجتي، فترحمي زمزومتي. رزقا بزوجي الأربعة يقوم يلعن مضجعة، جعلته في زوبعة من حرها. يا لهواتي يا لهواتي يا لهواتي، بطيخة مع طعمها وفجل باخ يومها وعجل طاش سهمها وحزقة صارت شقوتي. يا لهواتي يا لهواتي، وأنت يا زمزوماتي سحر يزيد لهفاتي. رفقا بزوج الأربعة يا بخت من له سعة وعاش في الحب معه. هيا له زمزومتي 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 زمزومتي. يا لهوي، أريد أن أضرب ضربة أخرى مثل ضربة مصنع البارود. ولكن كيف؟ كيف؟ لقد شددوا الحراسة حول منشآتهم ومعسكراتهم والمساكن التي يقيم فيها قادتهم، وقصر إبراهيم بيك الذي يقيم فيه الحاكم دبويه عليه حراسة من الصعب اختراقها. دبويه، لقد أقسمت ألا يفلت من يدي منذ يوم استشهاد السيد محمد كريم، وأنا عند قسمي. ما رأيكم لو اقتحمنا دار القائد أبو خشبة؟ كفاريلي؟ إنه هو بعيني، فلقد لاحظت قلة عدد الحراس على داره. لا لا، أبو خشبة ليس متغطرسا ولا شريرا مثل دبويه، وقد امتدحه الفرنسي لوسيان أمامنا كثيرا، وأكد أمامنا أيضا أن لديه نزعة إنسانية. كل الفرنسيس ليس لديهم إنسانية. نعم نعم، أنا معك، قد يكونون في بلادهم
ذوي مدنية كما نسمع أحيانا، ولكن ما لمسناه منهم هنا يؤكد أنهم وحوش كاسرة محتلون غزاة. إلا صديق المصريين لوسيان. لوسيان إنه استثناء للقاعدة. كم أتمنى لو أطبق على رقبة فرط الرومان هذا. إنه الصديق الصدوق لرضوان. فرط الرومان وأمثاله هم نتاج طبيعي للاحتلال، وهو كما نعلم جميعا رومي، أي لا ينتمي إلينا كشعب ولا ينتمي إلى مصر كوطن، وهو شرير ومتغطرس بطبعه. التقطه الفرنسيس وقربوه حتى تضخم إحساس الشر بداخله، بل وأصبح هو الشر بعينه. نعم، فرط الرمان عدو للرعية، لذلك يجب علينا القصاص منه ثأرا لمن سفك دمهم بحد سيفه. ولكن مهلا، هناك من هو شر مثله واصطياده سهل. من هذا الذي تقصده يا رضوان؟ رستم أغا، كبير البصاصين؟ كبير الشياطين، كان يلعب على حبال المماليك وما زال يلعب على حبال الفرنسيس. إنه خادم السلطة، وهو قادر على أن يطوع السلطة في خدمته. إذن فليكن رستم أغا هو ثأرنا الليلة. صدق الله العظيم. ألا أستطيع أن أقتلك؟ افعلي أرجوك. سعيدة لأنها ستزوجك؟ بل أتعس من في الوجود. أحتار في ذوقي، ليس فيك ما يجعله يرغبك إلى هذا الحد، ولكني لن أدعك تتزوجينه، ولن أمنحه فرصة أن يجمعه بك فراش واحد. إنه لي أنا، أتفهمين؟ قدر التعس هو الذي ألقى بي هنا، فأنا مرغمة على ذلك كما تعلمين. لو كان الأمر بيدي ما بقيت هنا لحظة واحدة. أستطيع أن أخرجك من هنا. حقا؟ ليس حبا فيك، لكن من فرط كرهي لك. أقبل يدك وقدمي. إن كنت جادة أرجوك فلا تسخري من مشاعري ولا تجعليني أحتقر نفسي. تتعظمين على تقبيل قدمي من ستفك أسرك وتمنحك فرصة الهرب؟ هل ستساعدينني حقا؟ لا أريد أن أرى وجهك ثانية أبدا. سيكون جميلا، لن أنساه لك طول العمر. طول العمر؟ متى؟ بالله عليك متى؟ الآن. سألفك في هذا البساط، وسيأتي من يخرج بك من هنا حتى لمثير أي شك، وإياك أن يصدر عنك صوت. هيا ساعديني. نامي. هكذا Thank you.
تتلصصين علينا؟ لا لا، لم أسمع شيئا ولم أرى شيئا. هذا يعني أنك قد سمعت ورأيت. أقسم أقسم لك. أين رستم أغا؟ إنه ليس هنا. فتشنا كل الدار ولم نجده. ألا توجد دهاليز مسحورة أو غرف سرية يختبئ بها؟ قولي. لا، سوف يبيت ليلة في حلوان. ما زال في عمره بقية. هيا بنا. أخذني يا سيدي. ناديت على موتك بنفسك. هل نشعل النار في الدار انتقاما من صاحبها؟ وما ذنب الفتاتين؟ ستحترقان. هيا بنا الآن يا رضوان، فلنا معه عودة. هيا. كان لابد أن أقتلها، فقد حاولت أن تستنجد بمن هاجمونا. ومن هؤلاء الذين جرؤوا على اقتحام دار رستم بيك أغا؟ هم ليسوا لصوصا على كل حال، فلم يسرقوا شيئا. هل يجرؤ اللصوص على اقتحام دار كبير البصاصين وهو يعرفهم فردا فردا؟ لا، المسألة أهم من هذا بكثير. انتظر لحظة. هيا أسرع بحملها، ويا حبذا لو تخلصت منها بالقتل. تعقد الموقف بعد هذا الهجوم. كنت أخشى أن يتعقد، وكنت أحس أنني سأقع في ورطة. أمطر، فات أوان التراجع. الأمر لله. هيا أسرع بحملها ونفذ ما قلته لك. اقتلها. هيا خذ هذه الجثة معك، تخلص منها أيضا. كان الاتفاق على عملية واحدة، والآن صارتا عمليتين، ومعنى هذا أن الحساب سيكون مضاعفا. أهذا وقت الحساب يا عنتر؟ أتحبين أن أعود لأصفي الحساب فيما بقي من الليل؟ عنتر، خلصي من هذين الجثتين وسأعطيك ما تشاء. ما شاء؟ يا لهوي. هل ماتت؟ يا للمصيبة. زالت حية. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت؟ نعم أنا. وعدتني الشيطانة أن تساعدني على الهرب، فسلمتني لشيطان أكبر ليقتلني بعيدا عن دار كبير الشياطين. أتعلم أن أكبر الكبائر عند الله بعد الشرك والعياذ بالله هو قتل النفس
التي حرم الله قتلها إلا بالحق. نسيت أنك ابنة الشيخ، يعني ضليعة في مسائل الفقه والشرع. هل لك زوجة؟ عندي 4 زوجات وأنجبت 9 من البنين والبنات. هل ترضى أن يقتل أحد أبنائك؟ لا طبعا. فلما تلطخ يدك بدم الأبرياء؟ اسكتي اسكتي وإلا قتلتك. أعرف أنك ستقتلني، فلا تضن علي ببعض الكلمات. لماذا تكرهك زمزم إلى هذا الحد؟ لأنها تحب كبير الشياطين وكرهتني لأنه مال إليك. بل اشتهاني. لقد كان سيتزوجك. لأنه لم ينلني. قل لي، ألا تخاف الله؟ بلى، وهل هناك مخلوق لا يخاف الله؟ فلما تغضبه إذن؟ يا رب. يا ريانا، تهاجم بالليل؟ 6 من الرجال يا سيدي، ومعهم خناجر ماضية. أي أنهم كانوا يريدون قتلي. نعم يا سيدي وتاج رأسي. وتقولين إنهم خاطفوا أمينة وبنت الشيخ؟ وأنا أيضا خطفوني، ولكني استطعت الهرب وأغلقت على نفسي باب القبو فلم يستطيعوا اقتحامه. كادوا أن يقتلوني يا سيدي وتاج رأسي. اسكتي حتى أستطيع أن أفكر جيدا. ولكن قبل أن أفكر، فكري معي، ألم يغرك شيطانك بقتل بنت الشيخ وأمينة؟ أنا يا سيدي وتاج رأسي، وأنا أعرف أنك ترغب فيها وسوف تتزوجها. أليس هذا سببا قويا كي يغريك شيطانك؟ بئر النسيان موجودة وتستطيع أن تتحقق من ذلك بنفسك. بئر النسيان ليست هي المكان الوحيد الذي يمكن أن نخفي في غياهبه من نريد أن نمحوه من الوجود. أقسم لك. وبما ستقسمين؟ بإخلاصي لك. زمزم، لو اكتشفت غير ما سمعت منك الآن فلن يكفيني أن أحرقك أمام عيني حتى تصبحي كتلة فحم. أتأذن لي يا سيدي في أن أبدي رأيي؟ قل. مسألة الهجوم على داري لم تحدث من قبل. إنها ضربة موجهة لجهاز البص كله. شخص ما يريد أن يقول إننا ضعفاء ويمكن الوصول إلينا حتى في غرف نومنا، وقد يريد أن ينقل هذه الصورة للبشعسكر. ومن له مصلحة في ذلك؟ أعداؤك أعداؤنا. كل الناس أعدائي وأنت تعرف ذلك جيدا، ولكن من الذي يريد أن ينتقم مني لدرجة قتلي؟ أو من الذي يريد أن يزيحني من طريقي؟ ربما طمعا في منصبي. هذان السؤالان سيظلان يشغلان بالي حتى أجد إجابة لهما. لابد من تجديد الحراسة على الدار يا سيدي حتى لا يتكرر ما حدث. نعم، لابد من تجديد الحراسة، لابد، وسيكون. لم نكن نتوقع أن يواجه الجنرال ديزيه كل تلك المصاعب في تتبع مراد بيك. هذا الثعلب، ماذا لو كان قد قبل العرض الذي قدمته له
وكفانا شر القتال. لم يرضى أن يكون حاكما لإقليم قنا فقط بعد أن كان يتحكم في كل ربوع مصر، يطمع في أن ينتصر علينا. لن يكون، حتى ولو قدت بنفس الحرب ضده في الصعيد. جنرال بلياخ. نعم سيدي الجنرال. تتحرك بفرقتك لتنضم إلى جنرال ديزيه، وإذا أردتم أي مدد أبلغني فورا. أريد هذا المراد حيا أو ميتا. سيدي. ماذا يا البير؟ رسول من قبل الجنرال دوغا يرجو المقابلة على وجه السرعة. أدخل. أمرك يا سيدي. أرجو ألا تكون هناك كارثة أخرى في الإقليم البحري. سيدي الجنرال القائد العام، يؤسفني إبلاغكم أن أهالي المنصورة هاجموا حاميتها وقتلوها عن آخرها. آخرها؟ 120 جنديا وضابطا يا سيدي. فلتحرق كل قرى إقليم المنصورة، وليقبض على أعيانها، وتصادر أملاكهم، فلم يسلموا كل من اشترك في هذه الجريمة ضد الحامية الفرنسية. أبلغ هذه الأوامر للجنرال ديغا لينفذها فورا. من الجنرال بونابارت القائد العام إلى الجنرال زايونيشك كوموندان المنوفية، وصلني تقريرك عن المصاعب التي تواجهها في إخضاع الإقليم. أوامري إليك أن تفرض على كل قرية 5000 فرنك، وإذا مرت 5 أيام ولم تدفع الغرامة عليك بإعدام 5 من الأعيان. أوامري إلى جنرال فوجير كوموندان الغربية أن يصادر ممتلكات الأعيان في كل قرية ترفع راية العصيان، وأن يقتل 5 منهم مقابل مقتل أي جندي من رجالنا. الله أكبر. الله أكبر. والله إن روح هذا الشعب لن تخبو ولن تموت أبدا، ولغروا أن يفعل أبناء المنصورة ما فعلوه في أفراد جند حامية المحتلين، فقد سبقهم أجدادهم وألحقوا بأتباع لويس التاسع هزيمة النكراء وحبسوه في دار ابن لقمان. هل بلغك يا مولانا ما فعله أهالي قرية غمرين بمنوف؟ قل يا رضوان قل، فلا يطرب قلبي شيء مثلما يفعله أبناء الشعب في جند الأعداء. تربصوا لكتيبة كان يقودها قائد اسمه فوجير، وانقضوا عليها قتلا، ولم يتبقى من أفرادها إلا القليل. الله أكبر. الله أكبر. وما النصر إلا من عند الله. وفي ليلة مولد سيدي أحمد البدوي في طنطا هاجم الأهالي كتيبة فرنساوية وقتلوا الكثيرين من رجالها. لا يضيع دم الشهداء هدرا يا أبنائي، وفي جنة الخلد كل من يسقط شهيدا في مقاومة الأعداء. الأمانة وصلت ووضعتها في غرفتك. انتظرني هناك وسألحق بك أنا والرفاق بعد قليل. لم يرضى الشيخ علي البشتيلي أن يأخذ ثمنها. بارك الله له وفيه. ماذا في هذه القدر يا رضوان؟ يبدو أن رضوان قد عزمنا على أكلة عسل. بل العزومة على هذه القدر الممتلئة بالبارود. بارود؟ بارود؟ بارود يا رضوان؟ تعلمون أن الحاج علي البشتيلي كان يتاجر في البارود، ولكنه أخفى كل ما كان عنده في مخازنه حتى لا يستولي الفرنسيس عليه.
وكيف حصلت عليها منه يا حسن؟ طلبها منه مولانا القويسني، فأرسلنا حسن إليه فأحضرها. مولانا القويسني؟ وهو يبارك ما نحن بصدده الآن، ويقول لكم لولا عجزه لكان الآن معنا يدا بيد. بل هو معنا حتى ولو لم يكن حاضرا الآن. لديك إذن خطة يا رضوان؟ نعم، قلها لنا إذن ونحن منصتون لك بإذن الله. هذه العملية تحتاج فقط لاثنين منا، وأنا واحد من هذين الاثنين. اختر رفيقك إذن. لأنها عملية خطرة، وفرصة النجاة فيها أقل بكثير من فرصة الاستشهاد، فلقد تركت الخيار لكم. أنا معك يا رضوان. بل أنا، ولم لا أكون أنا؟ مهلا مهلا يا مشايخ. الشيخ رضوان يمثل شباب الأزهر، وأنا أمثل عامة الرعية في هذه العمليات الفدائية، فبالله عليكم لا تحرموني من هذا الشرف. أنا مصمم على صحبتك في هذه العملية يا رضوان. وأنا أيضا مصمم. طوبى لكم يا شباب الإسلام. يا شيخ رضوان، يا شيخ رضوان، اختر أنت ما دمنا اختلفنا هكذا. عندي فكرة، نكتب أسماءنا على قصاصات ورق، ويمد الشيخ رضوان يده ويمسك بورقة، فهل توافقون؟ هذا هو الهدف. وبهذا البارود سنفجره يا حسن. هذه السفينة مملوءة بالمؤن والذخيرة التي نقلت إليها من مخازن الفرنسيس بمبابة لتبحر جنوبا لتعزيز جيش ديزييه الذي يطارد مراد بيك في الصعيد. على بركة الله، انتظرني هنا يا رضوان. حسن مات، لن يجلجل صوته في الحارة. لقد مات ميتة مشرفة يا ملاك. حي يا حي يا قيوم، يا مفرج الكرب وكاشف الهموم، حي. رحمة الله عليه، كان نعم الأخ ونعم الصديق. حي يا حي يا قيوم، يا مفرج الكرب وكاشف الهموم، حي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. اجلس يا مولانا. شرفتنا بالزيارة. شرفت حارة الصناطقية بالزيارة يا مولانا، وكنا نتمنى أن تزورها في مناسبة نحسن. من المتكلم يا رضوان؟ إنه الحاج عدنان والد لورا بطلة تفجير مصنع البارود يا مولانا. أسمع عنك خيرا وعن ابنتك حفظها الله. جئت تعزينا في حسن الإسكافي يا مولانا؟ بل جئت لأهنئكم. تهنئنا لموت حسن؟ من قال إنه مات؟ هو شهيد، وكل شهيد حي، ليس كذلك يا رضوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. اقرأوا الفاتحة على روحه وعلى أرواح جميع شهدائنا.